السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لاولادنا من الفيزياء المسلية، هنقول لهم عن قانون الطفو، بس قصة اسمها مزرعة جدي. هنكلم ولادنا عن الطفو. ذهبت مي وكريم لزيارة جدهم في مزرعته، ومزرعة الجد مليئة بأشجار الفاكهة المختلفة، وكانوا مبسوطين جدا ان هم هيشوفوا جدهم وجدتهم ويستمتعوا بالهواء الجميل والسماء الصافية في المزرعة. وكان هو وقت الوقت اللي راحوا يزوروا فيه جدهم هو وقت حصاد محصول البرتقال، وقد تزينت الأشجار بالبرتقال والسلات بدأت تتملي بالبرتقال في المزرعة، وكان شكل البرتقال جميل. واستيقظ الجميع في اليوم ده مبكرا وتناولوا الإفطار في الحديقة، وكان الأكل طعمه لذيذ، فطير وجبنة وعسل. وبعد ما انتهوا من تناول الفطار، ذهب كريم ومنى مع الجد لجمع بعض ثمار البرتقال، وعادوا بعد أن قاموا بملء سلة كبيرة من البرتقال الطازج. وضع الجد السلة على المنتدى، ثم ذهب وأحضر سكينة وإناءين طبقين مليانين مية، تمام؟ ثم نظر لمنى وكريم وقال: اقعدوا، ان انا هعمل لكم زي تجربة كده، او هنلعب لعبة لذيذة. قعدوا يبصوا لجدهم، جاب طبقين مليانين مية، وجاب البرتقال، وجاب سكينة، وراح مسك برتقانة وحطها في اناء، في الاناء الاول اللي فيه مية، تمام؟ فلقوا البرتقانة انها فوق سطح المية، طفت على سطح المية. ثم امسك برتقانة اخرى ونظر متسائلا: ماذا سيحدث بقى؟ احنا هيحصل ايه دلوقتي للبرتقانة دي لو حطيناها في الاناء التاني؟ هم قالوا بلا تردد ان هي برضو هتطفو هي الاخرى زي البرتقانة الاولى. راح هو مسك السكينة، الجد مسك السكينة وقشر جزء من البرتقانة، قشر البرتقانة، وراحوا هما سكتوا مستنيين ايه اللي هيحصل. قشر الايه؟ البرتقانة. فراحوا وراح حطها في الطبق التاني اللي فيه مية، راحت البرتقانة نزلت لتحت، استقرت في قاع الاناء. يبقى البرتقانة الاولى اللي مش متقشرة حطها في الطبق الاولاني، طفت على وش المية. البرتقانة التانية اللي متقشرة حطها في الطبق التاني، نزلت في قاع الايه؟ الطبق، تمام كده؟ هم استغربوا: اشمعنى دي نزلت تحت ودي فضلت فوق؟ راح قال لهم: ده اسمه قانون الطفو، اسمه قانون الطفو. قشرة البرتقال بتحتوي على كمية كبيرة من الهواء، فبتعمل كعوامات تحمل البرتقال على سطح الماء، لكن لما قشرنا البرتقال نزلت كلها في المية عشان ما بقاش فيه الهواء ده. طيب، فهي منى سألته، قالت له: طب احنا لو قشرنا جزء من البرتقانة وجزء تاني سيبناه مش متقشر؟ قال لها: جزء هيطفو اللي مفهوش الهوا، اللي فيه القشر هيبقى فوق المية، والجزء التاني هيبقى تحت المية، تمام؟ لأن الجسم، طفو الجسم بيعتمد على كثافة السائل حوله، حيث يطفو الجسم إذا كان السائل أكثر من كثافة، أكثر كثافة من الجسم، تمام كده؟ طيب، طب احنا في البحر الميت بقى ليه مش بنطفو؟ لان البحر الميت، احنا ليه في البحر الميت؟ هو كريم بيقول له: احنا في البحر الميت مش بنحتاج مجهود واحنا بنعوم. راح الجد قال لهم: لان ده بحر شديد الملوحة، فكثافته كبيرة جدا، اي ان جزيئاته متقاربة جدا، مما يجعلنا نسبح فيه بمنتهى السهولة ونغوص فيه بمنتهى الصعوبة، يعني صعب جدا ان احنا نغوص فيه. وتساءلت منى: ولكن لماذا عن السفينة المصنوعة من الحديد؟ كيف لها أن تطفو؟ طب ما هو الحديد ده تقيل، المفروض ينزل تحت. راح الجد أجابها: الحديد أكبر كثافة فعلا من الماء، لكن السفينة بيوجد بها حيز من الهواء المحبوس، السفينة بيوجد بها حيز من الهواء المحبوس يكفي ليطفو، وهذا يفسر غرق المسمار وطفو السفينة. يبقى السفينة بيبقى فيها جزء من الهواء، حيز من الهواء المحبوس، فعشان كده بتطفو، لكن المسمار بينزل، تمام؟ بي 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 بيكون في القاع يعني. ده قانون الطفو. الفيزياء المسلية خدنا أول حاجة قانون الطفو. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.